صحوة فجائية تشهدها الأحزاب الإسرائيلية اليهودية من اليسار واليمين على حد سواء لضمان مرشحين عرب داخل قوائمها في مواقع متقدمة، سعيا منها إلى كسب أكبر كم من الأصوات العربية في الانتخابات المقبلة. هم في الأصل ما بدهم أنه يكون في عضو عربي متقدم في القائمة تبعتهم، هم بيسعوا لكسب عدد أصوات عربية أكثر، هذا هو الهدف تبعهم. ليش ما باكوا يفطنون للعرب قبل مثلا هاي الظاهرة اللي لسه موجودة؟ ليش ما كوش يحكوا انه تعالوا بدنا نعطوكم مقعد مضمون؟ كانوا يرفضوهم. بما انه في بالفترة الأخيرة في إشكاليات بالقائمة العربية المشترك، هم بحاولوا انه يستغلوا الظروف هاي ويبثوا دعايات انهم هم بدهم مصلحة الوسط العربي بس لجذب ولكسب اصوات من وسطنا العربي. لو هو كان صادق كان احنا شفنا على ارض الواقع في سنوات سابقة كان في اصلاح في بلادنا العربية، كان من نظام، من نظافة، من ناحية الاجتماعية، كان في امان، لكن احنا للأسف كملنا لورا. لكن المواطنين العرب لا يؤمنون بحسن نوايا هذه الأحزاب اليمينية واليسارية التي لم تكترث وفق أقوالهم على مدار عقود من الزمن إلى مطالب وحقوق المواطنين العرب في هذه البلاد، بل ساهمت في تعميق الفجوات بين البلدات العربية واليهودية. رغم أنه البعض بقول أنه القائمة العربية المشتركة أو الأحزاب العربية على مدار كل السنين اللي هم بيمثلونا في الكنيسة ما عملوش إشي للوسط العربي، وأنا بقول أخرى الأحزاب اليهودية ما عملتش إشي للوسط العربي، إن كان من ناحية مشاكل العنف، مشاكل الخوارط الهيكلية في الوسط العربي، مشاكل الكهرباء، مشاكل التعليم، مشاكل الصحة. بغض النظر يعني العضو الكنيسة العربي بعملش، بجيبش، بيساويش، بس أنا ما عندي استعداد اني اروح اعطي صوت لاي حزب صهيوني يعني. كما ويناشدون مركبات القائمة المشتركة بالتعالي على الخلافات وتوحيد صفوفهم لخوض الانتخابات القادمة. فاحنا عشان نصلح من مجتمعاتنا ونصلح من مجتمعنا ومن حياتنا لازم نكون قوة انه احنا نثبت وندعم مصالحنا، مثل ما هم بيسعوا نحو مصالحهم نفس الشيء احنا لازم نسعى نحو مصالحنا. احنا بدون القوة والاتحاد مش راح تيجي. دورنا لازم يضل على موقفنا، لازم نصوت للقائمة المشتركة، ما يحاولوش يضحكوا علينا، هاي لعبة بيلعبوها مشان ياخذوا الأصوات العرب، مشان يضعفوا العرب في الكنيسة. لهث وراء الأصوات العربية لم نشهد له مثيل في الجولات الانتخابية السابقة، يعزوه محللون إلى الإنجاز الكبير الذي حققته القائمة المشتركة وحصولها على 15 مقعدا وسدها للطريق أمام نتنياهو من أن يشكل حكومة وفقا لأهوائه، مما دفعه هذه المرة إلى تغيير استراتيجيته من التحريض إلى التودد للجماهير العربية.